نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. محافظ البنك المركزي يؤكد أن البنك ليس لديه أي إشكال لتمويل حاجيات الميزانية التكميلية في حدود معقولة يضمن من خلالها التوازنات المالية الكبرى للدولة. أولياء وتلاميذ يعتبرون أن ملامح العودة المدرسية غير واضحة، خاصة المتعلقة منها بالبرامج والعطل، ووزارة التربية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات التقييمية بالمرحلة الابتدائية. تواصل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وترامب يعلن اللجوء إلى القضاء للطعن في النتائج التي تحصل عليها منافسه جو بايدن. الثامنة من تونس، أهلا بكم. أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي في رده على تساؤلات النواب خلال جلسة حوار بالبرلمان، أكد أن البنك ليس لديه أي إشكال لتمويل حاجيات الميزانية التكميلية في حدود معقولة يضمن من خلالها التوازنات المالية الكبرى للدولة. وبيّن أن البنك المركزي يجب أن يكون حذرا من ارتفاع نسبة التضخم ومن الإخلال بالتوازنات المالية، وأكد ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية وإيجاد حلول دائمة وغير ظرفية للسياسات الاقتصادية والمالية للبلاد. عندنا مشكل واحد، كيفاش الأزمة هذه باش نعالجوها مع بعضنا؟ تساؤل طرحه محافظ البنك المركزي مروان العباسي أمام النواب إثر تعرضه إلى مقترح الحكومة بخصوص تمويل البنك المركزي لتغطية عجز ميزانية الدولة، ودعا العباسي في هذا السياق إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لدعم الموارد المالية للدولة. معناها اليوم الناس اللي تقول أعطيني الفلوس اليوم يخد واش نعمل؟ كي ندخلوا احنا في 2020-21 في ظروف اللي ما نجموش ناخذوا، معناها عندنا امكانيات، معناها الفينانسمون دو ليكستيريور، نعاودوا نجيو البنك المركزي نقولوا عاد اعطينا الفلوس. البنك المركزي يا اخي عندها معناها فلوس هكاك تتعطى، معناها وشنو اللي وراها؟ شنو كلي لا كونتر بارتي ايكونوميك دو توسلا؟ دونك يلزمنا نحاولوا نلقاو الحلول اللي المشكل الاساسي نحلوه. شنو المشكل الاساسي؟ ديفيسيت بيدجيتير. ولذا نقول اللي العمليه هي غاديك، نحاولوا كيفاش نربطوا ما بين 2020-2021 ونخلقوا الحلول، والبنك المركزي اساسا موجود. وضعيه اقتصاديه وماليه صعبه تمر بها تونس طيله اشهر عديده، اشار العباسي الى مزيد تازمها منذ انتشار جائحه كورونا بموجتيها الاولى والثانيه، ونبه العباسي من خطوره تداعيات هذه الجائحه على استمراريه نشاط المؤسسات الاقتصاديه خلال الفتره القادمه. نحسوا احنا في القطاع البنكي والمصرفي اليوم اللي كانوا عديد المؤسسات في وضعيه صعيبه، وربما من المؤسسات هذه كان ما نحاولوش معناها ان ندعموها ونلقاو لها ربما الحلول المناسبه باش تخسر زاد بيدها في الفتره القادمه معناها العماله نتاعها. محافظ البنك المركزي مروان العباسي قال ان اشكاليات عديده ساهمت في تازم الوضع الاقتصادي لتونس، منها عجز الميزان الطاقي وتفاقم مديونيه البلاد. حق النواره اللي هو معناها كان عندنا فكره كبيره اللي باش ينقص لنا من العجز اكثر من 30%، اليوم مش قاعد يخدم بالطريقه اللي لازم يخدم بها للظروف اللي تعرفوها. كيف بالنسبه للفوسفات، احنا الفوسفات كان يدخل مليار دولار في العام لمده اعوام، احنا اليوم عندنا مشكل كبير في المديونيه نتاعنا. ومن الاشكاليات الاخرى التي اعتبرها محافظ البنك المركزي ادت الى صعوبه الوضع الاقتصادي تراجع معدلات التصدير ونسب الاستثمار. الاستثمار مش موجود وقاعد ينقص بطريقه كبيره، اليوم ممكن نخلطوا 13% في 2020 اللي كان في مستويات تاع 26-27%، معناها استثمار بالنسبه للناتج الاجمالي المحلي، اليوم رانا هبطنا المستويات معناها مقلقة جدا، وزاد بالنسبة للادخار كيف هبطنا المستويات معناها ما يقارب ممكن 6% اليوم، اللي هو معناها ما عندناش ادخار، ولذا بلادي اللي ما تدخرش ما تستثمرش ما تنجمش تخلق الثروة. مؤشرات سلبية تؤكد تفاقم الأزمة الاقتصادية للبلاد تأتي في الوقت الذي تسجل فيه تونس نزولا طفيفا في معدل التضخم. احنا في 5.4% ونأملوا لكونه العام الكل باش يكون في 5.7%، وتعرفوا معناها كان في أكثر من 6.5% في السنة الفارطة، وكان في 7% في 2018، وهذا معناها رقم نجم نقولوا إيجابي رغم اللي هو مازال على مستوى عالي. وللنهوض بالاقتصاد الوطني دعا العباسي إلى ضرورة إيجاد حلول لقطاعي الفوسفات والنفط وضرورة دعم القطاع الفلاحي. اعتبر عدد من أعضاء لجنة المالية بمجلس نواب الشعب استعداد البنك المركزي لتمويل جزء من عجز ميزانية التكميلية بمثابة بداية حل، وطلب بإرفاق هكذا إجراء بآليات أخرى بغية إيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية.
بدا عرض محافظ البنك المركزي في جلسة الحوار بالبرلمان عن السياسة النقدية طوال 9 أشهر الماضية إيجابيا، خاصة فيما يتصل بالحد من نسب التضخم والمحافظة على مخزون العملة الصعبة وتمويل الاقتصاد وفق مقرر لجنة المالية فيصل دربال، الذي اعتبر أن استعداد البنك المركزي في تمويل جزء من عجز الميزانية التكميلية للعام الحالي بمثابة بداية الحل، داعيا إلى مرافقة هكذا إجراء بآلية أخرى. عجز هذا اللي هو مخيف وكبير برشا، 10 مليار دينار يكون عن طريق تدخلات من البنك المركزي، مش يكون عنده انعكاسات سلبية على مستوى التضخم، على مستوى سعر الدينار، وبالتالي تنويع الآليات يعني التحكم أكثر في النفقات، يعني تحسين المداخيل الذاتية من غير ما يكون ثم أداءات إضافية بالطبيعة، وإذا كان أمكن بالطبيعة تدخل البنك المركزي. هكذا آليات وتدخل البنك المركزي في تمويل جزء من عجز الميزانية التكميلية للعام الحالي، وإن مثلت خطوة مهمة في اتجاه حلحلة مشكل عجز الميزانية، غير أن ذلك لا يمكن أن يخفي عديد الإشكاليات المطروحة في ميزانية العام المقبل، ما يتوجب على الحكومة توضيحها وفق رئيس لجنة المالية بالبرلمان. ندعو الحكومة إلى أن تكون أكثر واقعية في عرضها لمشروع الميزانية 2021، ندعوها لأن توضح تصورها، لأنه في الأخير هو قانون سياسي بامتياز، هو مترجم بأرقام لكنه قانون سياسي. وين ماشي الحكومة؟ شنية القطاعات اللي تحب تدعمهم؟ شنية تصورها؟ شنية رؤيتها؟ هذا يؤشر على أن جلسة الحوار مع محافظ البنك المركزي بمجلس نواب الشعب مثلت بداية حل لمشكل عجز الميزانية التكميلية لهذا العام، ومنطلقان لنقاش مستفيض لإيضاح الرؤية الاقتصادية لميزانية العام المقبل. وللحديث عن الوضع الاقتصادي وما أفرزته الجلسة البرلمانية مع محافظ البنك المركزي، يحضر معنا في الاستوديو أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا شكندالي. أهلا بك أستاذ رضا شكندالي، ومرحبا بك وشكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. إذن على ضوء ما قدم اليوم في مجلس نواب الشعب بحسب المتابعين، هناك أزمة حقيقية بين البنك المركزي والحكومة التونسية، كيف ترى هذا؟ هي أزمة تنضاف إلى أزمات سابقة، أزمة بين البرلمان ورئاسة الجمهورية، بعد ذلك أزمة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، والآن نشهد أزمة ثالثة بين رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي. هذا يعطي إشارات سيئة ورسالة سيئة للمانحين الدوليين وخاصة لمؤسسات الترقيم السيادي، والتي تعطي أهمية كبرى للعمل السياسي. ليس هناك استقرار سياسي وليس هناك ثقة متبادلة بين رؤوس السلطة في تونس. إذا كانت هذه الثقة مفقودة بين رؤوس السلطة، فكيف نطلب من الشعب التونسي أن يعطي ثقته في هذه الدولة؟ طيب. بالتالي هذا مسألة خطيرة وخطيرة جدا. هذه الجلسة اليوم ربما كانت بحسب المتابعين والمراقبين هي بداية حل لهذه الأزمة، خصوصا بعد استعداد البنك المركزي كما قال لتمويل جزء معقول من عجز الميزانية التكميلية، لأن الإشكال يبقى قائما، وهو يعني ارتفاع هذا العجز وضخامة هذا العجز في الميزانية التكميلية. فما الحل؟ وهل يمكن للبنك المركزي تمويل ميزانية بقانونه الأساسي الحالي؟ القانون الأساسي يمنع البنك المركزي من الإقراض المباشر للدولة. المحافظ البنك المركزي لا يمكنه مخالفة هذا القانون الأساسي، هو ملزم كذلك برسالة النوايا التي أمضاها مع الوزير المالية السابق سينيزار يعيش يوم 2 أفريل 2020 للحصول على قرض قيمته 743 مليون دولار. أعتقد أنه الإشكال ليس في الإشكال في الفصل 25 من هذا القانون الأساسي. هو في الواقع البنك المركزي مول ولا زال يمول الميزانية الدولة، لكن ليس عن طريق الإقراض المباشر، هو عن طريق البنوك. يعني نعمل قانون أساسي يمنع الإقراض المباشر، ونعمل وسيط بين الحكومة وبين الدولة وبين البنك المركزي،
والعادة ما أنه الوسيط هذاك يستغنى برشا، وهذاك علاش البنوك التونسية حققت أرباح كبيرة وكبيرة جدا، لأن البنوك التونسية من مصلحتها إقراض الدولة بدون مخاطر ونسبة فائدة عالية أحسن لها من أنها تقرض المؤسسات الخاصة وفيها مخاطر كبيرة وربما لا يسترجع هذا الدين. طيب وبالتالي في الحقيقة معناها البنك المركزي قاعد يمول، وبالطريقة هذه لا احنا قاعدين نشهد في تضخم مالي. صحيح انه البنك المركزي نجح في تقليص التضخم المالي، ليس حجم الاسعار، الاسعار مرتفعة جدا، ولكن نجح في تقليص سرعة تطور الاسعار. الاسعار هي في مستوى عالي وعالي جدا، وبالتالي لا يمكن ان نتحدث ان نجحنا في مقاومة التضخم. طيب نعود لجلسة البرلمان، كيف تفسر بداية الحل؟ يعني ما معنى بداية حل؟ انا اعتبر انه آليات السياسة الجبائية لي عقيمة في الأزمات الكبرى وخاصة في الأزمة التي نعيشها، والآلية الوحيدة هي السياسة النقدية والإقراض المباشر حاليا للدولة، لكن لابد أن يتقدم رئيس الحكومة بمبادرة تشريعية أو الأحزاب الداعمة للحكومة بمبادرة تشريعية لتغيير الفصل 25، لكن بعض الخبراء يقولون أن هذا سيؤدي إلى التضخم المالي، فلنحدث هيئة مستقلة تراقب استعبالات هذه الديون وبالتالي توجه هذه الديون إلى أهداف تنموية. لجنة المالية داخل البرلمان في قراراتها الأولى لميزانية تحت 21 و2000 تقول أن الفرضيات التي تقوم عليها هذه الميزانية غير واقعية، وأن ميزانية العام المقبل بلا رؤية اقتصادية واضحة. ما رأيك؟ بطبيعة الحال مشاكلنا ما هي؟ مؤسسات متوقفة ليست لديها السيولة، أعداد وفيرة من العاطلين، مواطن تونسي جيبه فارغ. هل قانون المالية لسنة 2021 قدم حلولا لهذه المشاكل؟ 4% يعني كنسبة نمو اقتصادي مقدمة من طرف مشروع قانون المالية لسنة 2021 مرتكز على فرضية هشة، أن الفوسفات سيعود إلى سالف نشاطه، أن البترول والغاز سيعود إلى سالف نشاطه، يعني فرضيات هشة، ولا لسنا ضامنين أن هذه الفرضيات سوف تتحقق. وبالتالي أعتقد أن هذه الميزانية أو هذا القانون ليس له رؤية اقتصادية، بل قانون محاسباتي بحت. رضا أشكندالي أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، شكرا جزيلا لك. صدق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية على غرار مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق إطاري لتوفير خط تمويل وإنفاق القرض المبرماني بتاريخ 22 أكتوبر 2000 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي وفق بيان نظرته رئاسة الحكومة. كما صدق المجلس الذي انعقد عن بعد بسبب الظرف الصحي وأشرف عليه رئيس الحكومة على جملة من الأوامر الحكومية، واستمع رئيس الحكومة خلال اجتماع الوزراء إلى عرض حول التوازنات المالية لسنة 2020، كما تم تقديم بيان حول مستجدات الوضع الصحي. فيما يتواصل الجدل حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، نبدت منظمتا الأعراف وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية تحفظات على بعض الإجراءات المضمنة في مشروع قانون المالية للسنة القادمة. على عكس ما كانت تتوقعه منظمتا الأعراف وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، لم يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 دعما من الدولة لمؤسسات القطاع الخاص، بل تضمن إجراء يتعلق بالزيادة في الضريبة على الشركات المصدرة. أنا مش ضد المبدأ، ضد الوقت، معناه التايمينج إيمال شوازي، ما حقناش توا نحبوا نعملوا حاجة كما هذه، نجموا نعملوها بعد عامين ثلاثة وقت نوليو أنطون نورمال، نجموا نفسروا كذا ونجموا نعملوه. الترفع التصدير من 10% إلى 18% راك هنا قضيت على المبادرة في التصدير، حجة أن هنا وحدنا ما عادش الأرقام مختلفة، كيما تصدر كيما ما تصدرش، هنا قتلت روح المبادرة. تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2021 إجراءات لدفع التصدير ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو ما كان يأمله أصحاب المؤسسات. الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة
نقفوا معاهم باش نعطيهم السهولة، نعطيهم السيولة المالية باش يجموا يمولوا المشاريع متاعهم، باش يجموا يخلصوا الناس اللي قاعدين يخدموا معاهم الإجراءات لازمة باش بورت رادس ما حاش نفعت شيء. نحبوه يقرب لل معناها الأرقام متاع الأبرات اللي بجنبنا، اللي هم في الجزائر، اللي هم في المغرب، اللي هم في مصر، اللي هم في تركيا، واللي هم يعطيوا دافع كبير ياسر للتصدير. مشروع قانون المالية لم يترجم خيارات الدولة ويفتقد لرؤية واضحة أو إجراءات في علاقة بجائحة كورونا وفق الإعلامية المختصة في الشأن الاقتصادي جنات بن عبد الله. من المفروض أن هذه الجائحة تدفع الحكومة لإيجاد إجراءات استثنائية للوقوف إلى جانب المؤسسات والشركات وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والقطاع الفلاحي وما في ذلك أيضا قطاع الخدمات. وفي هذا المشروع لم نلاحظ، وهذا يترجمه يعني أيضا فرضية نسبة النمو 4%، يعني 4% وكأن الاقتصاد في حالة عادية. سحب مشروع قانون المالية لسنة 2021 لإعادة النظر في محتواه هو ما تراه الإعلامية المختصة في الشأن الاقتصادي. أعتقد أن مجلس نواب الشعب مطلوب منه يعني عدم يعني قبول هذا المشروع باعتبار أن فرضياته غير واضحة ومن المستحيل تطبيقها، سواء بالنسبة لنسبة النمو أيضا بالنسبة لسعر الصرف ليست هناك وضوح، وأيضا لسعر يعني النفط. وفي انتظار المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ما تزال أمام مختلف الأطراف مدة تناهز الشهر والنصف لتبادل الآراء وإعادة النظر في بعض الأحكام بما يتلائم والوضعين الاقتصادي والوبائي اللذين تشهدهما البلاد. حتى موفى سبتمبر الماضي بلغت ديون شركة تونسية للكهرباء والغاز غير المستخلصة ما قيمته 2201 مليون دينار، ما يثقل كاهلها ويعطل بعضا من مشاريعها الاستثمارية. 2201 مليون دينار قيمة ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز لموفى سبتمبر الماضي، تعطل استخلاصها قد يثقل وفق التقديرات بشكل كبير الوضعية المالية للشركة على مستوى ضبط المخطط الاستثماري السنوي. كل شركة عندها برنامج استثماري، وهذا البرنامج الاستثماري راه كي نقولوا ديون الشركة هو ينعكس أساسا على برنامج الاستثمارية، وهو برنامج استثمارية في خاصة في أدوات الإنتاج، أدوات النقل وكذلك أدوات التوزيع وكل ما يهم الميزانيات الاستثمار تتأثر كثيرا بهذا الدين. بصراحة الديون التي شهدت تطورا سلبيا ب 32.4% مقارنة بالسنة الماضية تتوازى على الخواص للحرفاء المنزليين والصناعيين وديون الحكومية، الإدارات والمنشآت العمومية والبلديات. ديون خواص تشكل نسبة 86% من الدين الإجمالي بالنسبة للفوترة، وتمثل نسبة 51% من 2200 مليون دينار. البقية اللي هو مجموع الديون، مجموع ديون حكومية في حدود 1082 مليون دينار، هذه تشكل نسبة 49% من الدين العام، وتقريبا فيها إدارات عمومية بما فيها وزارات كذلك بلديات ومؤسسات عمومية. الديون الحكومية تؤمل الشركة أن تفرد بمجلس وزاري يبحث في سبل الاستخلاص في انتظار مناقشة مشروع ميزانية سنة 2021. وهذا بالتوازي مع عمل أشمل على تقليص ما صنف ثغرة في ميزانية الشركة بفعل ضوابط فترة الحجر الصحي الشامل التي عرفتها تونس على الفترة الممتدة بين مارس وماي الماضيين. كستاج ما قمناش برفع العداد في الأوقات المعينة، وبالتالي وقعت ثغرة في حدود تقريبا نقص في المداخيل بين حدود 600 مليون دينار. هذاك علاش ديوننا، لكن قمنا بداية من شهر جوان 2020 هناك نسق، إن شاء الله رجعنا نسق عادي جوان جويلية أوت سبتمبر وكذلك أكتوبر، معناتها حاولنا أن معناتها يوقع تقريبا تذليل الدين هذاك وتخفيضه، والحمد لله هناك مداخيل رغم الظروف الصحية. وفق هذا النسق يؤمل تخفيف حد التداين هذه الشركة التي تواصل العمل على تنويع خدماتها بعد أن طورت خدمة استخلاص الفواتير عن بعد واستفاد منها وفق أرقام غير رسمية أكثر من 100 ألف مشترك.
قوارير الغاز المنزلية المدعم ضرورة في البيوت، وعادة ما تستعمل لغرض الطبخ والتدفئة، إلا أنه في كثير من الأحيان يستعمل في غاية أخرى غير مراقبة، مثل تزود سيارات الأجرة به بحسب شهود عيان، ظاهرة تنتشر في ولاية صفاقس وغيرها من المدن. نتابع. في مدينة صفاقس ستعترضك قوارير الغاز المخصص للاستعمال المنزلي في أكثر من فضاء تجاري كالمطاعم وقاعات الحلاقة وحتى عند سيارة التاكسي. برانسيب الغاز يبدا كان للمنزل، ما يبداش دبوس غاز، خاطر ساعات تشوف انت في شتاء وفي طقس بارد ما عادش الديار ما عادش تلقى دبابس، تلقى نقص برشا في دبابس الغاز. احنا وصلنا في ديارنا ما ثماش غاز، حجم ناقص يعني برشا يستعملوا فيه التاكسيات، واحنا تو مطالبين باش نخدموا بالماء السخون وكذا وكل شيء، وساعات يبدا مفقود اللي هي يستهلكوا معظمهم التاكسيات. وش اسمه لو نحبوا ماذا بينا كان يدخلونا الغاز في نستهلكوا خير باش تولي تحل مشكله في البلاد. هذوما قرارات بالنسبه لي نحن نعطيو فيهم للديار معناها، ولا مثال طباخ ولا كذا، هما ثم برشا تاكسيات يجيو في بالهم باش يصبوا ولا كذا، انا نمنعهم ما نحبش نخليهم يصبوا، سيرتو يبدا يحل الماء ويبدا يصب لي في دبوسه قدام في الهواء وكذا، خطر ياسر على المحيط واختار على كل شيء. البحث في هذه الظاهرة وفي سبل القطع مع استعمالات أخرى لقوارير الغاز المدعم المعد للاستعمال المنزلي يعيد إلى الواجهة ضرورة التفكير في استراتيجية جديدة للتعامل مع المواد المدعمة. استعمال الأخرى يا أخويا يزم يشوفوا حل، يشوفوا حل ما فرنسيب التاكسي عنده منين يصب الرستوران، احنا الأغلبية تو غاز دي في تو ولا موجود غاز دي في، الاغلبيه العمارات وواحد غاز دي في الاغلبيه تو. يعني منظومه الدعم بصفه عامه يجب مراجعتها، يعني يجب ان تذهب الى مستحقيها، على غير الغاز والخبز والسكر وبرشا مواد مدعمه ينتفع بها الثري ولا الغني على حد السواء هو الفقير. ومن جملة أسباب العجز التجاري في البلاد هو منظومة الدعم اللي ماشية لغير مستحقها. هذه الاستعمالات ذات الصفة التجارية للغاز المنزلي المدعم تطرح أيضا ضرورة سن تشريعات وقوانين تطبق على المخالفين وتضع لهم بدائل أخرى دون المساس بمنظومة الدعم. في تطور مسجدات الوضع الوبائي بالبلاد الآن، أعلنت وزارة الصحة أنه إلى غاية يوم أمس وصل العدد الجملي للحالات الحاملة لفيروس كورونا منذ تسجيل أول إصابة في تونس وصل إلى 1971 إصابة جديدة بالفيروس. كما رصدت وزارة الصحة وفق بلاغ صدر اليوم 22 حالة وفاة جديدة يوم أمس، إضافة إلى 43 حالة وفاة سجلت في الفترة الممتدة من غرة أكتوبر الفارط إلى 3 نوفمبر الجاري، ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها حتى يوم أمس إلى 1577 حالة وفاة. العجز عن التكفل بمرضى الكوفيد-19 في الكثير من المستشفيات حالة باتت تسيطر على الإطار الطبي وشبه الطبي في تونس في ظل تسارع نسق انتشار فيروس كورونا وفي ظل النقص الكبير على المستوى التجهيزات. المستشفى الجامعي بمدنين واحد من بين هذه المؤسسات الصحية التي تعرف أو تعرف صعوبات على جميع المستويات اللوجستية. في المستشفى الجامعي بمدنين وأمام ارتفاع الحالات المؤكدة الحاملة لفيروس كورونا والتي تتطلب الإيواء بالمستشفى، بات قسم كوفيد-19 عاجزا عن تلبية هذه المطالب لضعف طاقة استيعابه وتوفر سريري إنعاش فقط، ما عسر تدخلات الإطارات الطبية وشبه الطبية لمعاينة هذه الحالات. قولوا بلي فما تصاعد في الحالات تاع الكوفيد في المدة الأخرانية هذه، وصلنا حتى 8 مرضى في الأقسام الداخلية، وعدنا 4 مرضى في قسم العزل اللي هي زون طومبون. المشكلة اللي عدنا هي المشكلة الأولى في أسرة الإنعاش، أسرة الإنعاش عدنا زوز أسرة الإنعاش، والصعوبة الثانية هي في الإطار الطبي وشبه الطبي، عدنا نقص كبير في الإطار الطبي وشبه الطبي اللي تيست رابيد، هذوما عندنا مشكله فيهم. المطالبه بتوفير اسره انعاش بكامل مكوناتها وتعزيز الاطار الطبي وشبه الطبي
مطالب تعمل إدارة المستشفى أيضا على تحقيقها بالتواصل مع وزارة الإشراف. والأهم هو أسرة الإنعاش، إن شاء الله فهمتني ثم مع تعهدات مع من وعود من وزارة الصحة في مع إضافة زوز أسرة. بالنسبة للأطباء مذبين يتم تعزيز مع الإطار الطبي على الأقل طبيب واحدة أخرى. مستشفى جامعي بمدنين يغطي 5 معتمديات ذات كثافة سكنية عالية، وإليه تحول عديد الحالات من المناطق المجاورة. بهذه الإمكانات الحالية لن يقدر بحسب العاملين به والمختصين على مجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا بولاية مدنين. وعلى الصعيد الدولي، ما زال فيروس كورونا يرعب عديد دول العالم مخلفا المزيد من الضحايا، وقد أظهرت آخر الإحصائيات إصابة أكثر من 48 مليون شخص حتى اليوم، في حين اقترب عدد المتعافين من 32 مليون، وتجاوز عدد الوفيات 1,255,000. وقد سجلت الولايات المتحدة حصيلة قياسية بلغت 100,000 إصابة في 24 ساعة فقط. في الأثناء فرضت بريطانيا حجرا صحيا بداية من اليوم الخميس في محاولة لاحتواء الأزمة. وقد أفاد كبير المشرفين على الأبحاث في جامعة أكسفورد أندرو بلور أن لجنة العلمية والتكنولوجيا متفائلة بتمكن الجامعة من عرض نتائج متقدمة، وقد تكشف عن مدى نجاعة اللقاح قبل نهاية العام الجاري. في الشأن الوطني، قدم الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورئيس دائرة الزجر المالي نجيب الكتاري لرئيس الحكومة التقرير المتعلق بالرقابة المجرات على تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الأولى والثانية، والتقرير 24 لدائرة الزجر المالي. وتطرق اللقاء إلى مجمل الاستنتاجات والملاحظات التي وردت بالتقرير الأول، خاصة فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح على كل ما هو مورد ونفقة في الحملة الانتخابية. مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة وفي ظل الوضع الوبائي لفيروس كورونا، بدأ سيرها غير واضح بالنسبة للأولياء والتلاميذ في عدة نقاط، منها الرزنامة والبرامج. غموض فكت رموزه وزارة التربية من خلال بعض التوضيحات ندرجها ضمن هذا التحقيق الموسع حول ملامح السنة الدراسية. سنة دراسية استثنائية، هكذا توصف السنة الدراسية الحالية، فرضها الوضع الوبائي لفيروس كورونا الذي ألقى بظلاله على عديد القطاعات من بينها القطاع التربوي. ومع العودة المدرسية بدت ملامحها غير واضحة بالنسبة إلى عدد من الأولياء والتلاميذ، لتطرح عديد الأسئلة منها المتعلقة بالامتحانات والبرامج والعطل. وين ماشي السنة الدراسية؟ المواد باش تقعد هي بيدها، باش تنقص البرنامج، باش يكمل مش باش يكمل، الأوقات كيفاش؟ ما نش عارفين، ما نش فاهمين حد شيء. كل مرة يهبط قرار، كل مرة يقولوا حاجة. دونك وكمل يعني جمعة جاية الامتحانات تبدأوا، معنا حتى فكرة اسكو بشي يكملوا في العطلة هذي يزيدوا فيها، خاطر كل مرة واحد يقول في برامج شنو بشي نحيه وشنو بشي خليه. الصغار مش نفهمين يا هل ترى بشي عديوا على القراوة الريفيزيون اللي عملوها على العام اللي فات وإلى على العام الجديد. عدم وضوح في الرؤية بالنسبة إلى سير السنة الدراسية الحالية تشير إليه أيضا بعض المنظمات المعنية، التي تقول إنه كان راهنا مدى تطور الوضع الوبائي في البلاد، في حين تنتقد أخرى بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة. البرامج وموضوع الأفواج لابد من تقييمه الآن، خاصة في العطلة هذه لابد من تقييمه ومدى نجاحه، ولو أنه هو حل اضطراري لكن فيه طبعا مساس بجودة التعليم. المنظومة العالمية الكل تأكد على المحافظة على النسق العادي للدراسي. احنا اول ما نعملوه هو نوقفوا الدراسة على اساس انه شن خسر اولادنا وبناتنا في زمن مدرسي ايامات دراسة اللي هما في اشد حاجة ليهم. بالرغم وهنا على هنا يجي التساؤل متاعي، هو انه المحيط المدرسي من اضمن المحيطات الموجودة اليوم في الارقام اللي شفناها. هذا يهزني الى التساؤل الثاني، اليوم احنا في هالاطار هذا يخذينا منهجية الدراسة معناتها عن طريق الافواج، معناتها حرمنا اولادنا من نصف سنة دراسية إذا احنا
باش نواصلوا على نسق هذا. ضبابية في سير هذه السنة الدراسية التي وصفت بالاستثنائية وملامحها قد تبددها توضيحات وزارة التربية التي أكدت في سياق بعض التساؤلات أنه لا وجود لأي نية لتغيير العمل بنظام الثلاثيات بالنسبة لهذه السنة الدراسية، وهو ما تم إقراره في اللجنة الوطنية التي شاركت فيها أيضا أطراف نقابية. وعلاش احنا خذينا نظام الثلاثيات؟ لأنه رينا أنه في السنة الدراسية هذه اللي يمكن قد تتخللها بعض يعني مناسبات في تعليق الدروس نظرا للوباء الكوفيد، قلنا بأن نظام الثلاثيات يعطي أكثر فرصة للتلميذ ويعطي أكثر فرصة للأستاذ باش ينجم يقيم تلملته، باش التوقيت يعني وتواريخ الإجراء متاع الامتحانات باش تبقى في مكانها بدون أي تغيير. ما تم الإعلان عليه سيبقى نافذا المفعول، ولا يمكن أن تغير وزارة التربية بشكل أحادي إلا بعد التشاور مع شريكنا الاجتماعي أولا ومراعاة مصلحة التلميذ الفضلة. وفيما يتعلق بالعطل، أضاف مدير عام المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات أن العطل التي أعلنت عليها وزارة التربية لم يتغير أي موعد منها إلى حد الآن، عدا طبعا الخمسة أيام الإضافية اللي كانوا نتيجة التوصيات متاع اللجنة العلمية في اللجنة الوطنية اللي تحدثت عليها. كان الاتفاق على أننا سننقص خمسة أيام من عطلة ديسمبر نهاية الثلاثي الأول، وننقص أيضا خمسة أيام من عطلة الربيع. أما عن البرامج الدراسية فقد أكد الحجام أنه تم الاشتغال عليها من أجل تخفيفها حتى تكون متلائمة مع التوقيت الجديد ومع نظام الأفواج. وبالتالي البرامج المعمول بها الآن والموضوعة بين أيدي المدرسات والمدرسين الآن هي تلك البرامج اللي كانت مخففة وتم الاعتماد فيها على تقنيات بيداغوجية باش تعطي الإمكانيات المتاحة للمدرسات والمدرسين حتى يكملوا البرنامج متاعهم إذا توصلنا في العمل بنظام الأفواج وبنصف التوقيت اللي موجود إلى حد الآن. وفي هذا السياق أشار المدير إلى أن الوزارة مستعدة عند انتهاء الثلاثية لإدخال تقييم مضموني لنتائج التلاميذ للثلاثي الأول لمعرفة التأثير في مستوى التحصيل المدرسي للتلاميذ عند اعتماد نظام الأفواج، الذي تؤكد الوزارة أنها كانت مضطرة للعمل به نظرا للوضع الوبائي في البلاد واحتراما لإجراءات البروتوكول الصحي. ضبطت وزارة التربية تاريخ مواعيد إجراء الاختبارات التقييمية للثلاثي الأول والثاني والثالث بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية الحالية. هذه المواعيد أقرها منشور أدرجته الوزارة على صفحتها الرسمية. موعد إجراء الاختبارات التقييمية للمرحلة الابتدائية حددتها الوزارة من 7 إلى 19 من ديسمبر القادم، على أن يتم إنجاز اختبارات الثلاثي الثاني من 1 مارس إلى 13 مارس، وتخصيص الفترة من 31 ماي إلى 12 جوان لتنظيم الاختبارات التقييمية للثلاثي الثالث. الفترة الممتدة من 7 إلى 12 من ديسمبر ستخصص لإجراء الاختبارات التطبيقية والشفاهية الخاصة بالثلاثي الأول لكافة سنوات المرحلة الابتدائية، على أن تخصص الفترة من 14 إلى 19 من ديسمبر لإنجاز الاختبارات الكتابية، وسيتم تعليق الدروس تلة أسبوع إجراء الاختبارات الكتابية للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ابتدائي خلال هذه الفترة، مع الإبقاء على السير العادي للدروس بالنسبة للسنة الأولى والثانية ابتدائي. وبالنسبة للثلاثي الثاني فإن اختباراته التقييمية التطبيقية والشفاهية ستجري من 1 إلى 6 مارس، في حين ستنجز الاختبارات الكتابية من 8 إلى 13 مارس، وسيتواصل نسق العادي للتدريس بالنسبة للسنتين الأولى والثانية خلال فترة إنجاز الاختبارات الكتابية، في حين يتم تخصيص أسبوع مغلق تتوقف خلاله الدروس للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ابتدائي. أما الثلاثي الثالث المرحلة الابتدائية فقد خصصت الوزارة فترة إنجاز اختباراته التطبيقية والشفاهية من 31 ماي إلى 5 جوان، على أن يقع إجراء الاختبارات الكتابية من 7 إلى 12 جوان، وتخصص هذه الفترة كأسبوع مغلق بالنسبة للسنوات من 3 إلى 6 ابتدائي، في حين تتواصل الدروس بالنسبة للسنتين الأولى والثانية.
عبرت تونس عن إدانتها شديدة للهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا مؤخرا والذي أودى بحياة عدد من المدنيين. وتقدمت تونس في بلاغ عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بإخلاص عبارات التعازي والتعاطف لعائلات الضحايا والمصابين، معربة عن تضامنها الكامل مع الحكومة النمساوية، وجددت عزمها على العمل مع كل الشركاء الدوليين والإقليميين للتصدي لهذه الظواهر التي تمس من قيم الحرية والديمقراطية والتعايش السلمي. أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية حكما بالسجن المشدد 15 عاما ضد 59 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين بعد إدانتهم بالاشتراك في تنظيم والمشاركة في اعتصام في القاهرة عام 2013. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن الحكم شمل أيضا سجن 7 متهمين لمدة 5 سنوات، بينما تم تبرئة 29 متهم مما نسب إليهم. وتصنف مصر جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا منذ ديسمبر من العام 2013. مع استمرار عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب التوجه إلى القضاء والطعن في أصوات ونتائج منافسه الديمقراطي جو بايدن. لا يزال العالم في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية بين المرشح الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب، فلا يزال الفرز مستمرا في عدد من الولايات. وحسب الأرقام الحالية فإن الديمقراطي جو بايدن يعد الأقرب تمكن إلى حد الآن من جمع 253 صوتا من المجمع الانتخابي، ما يعني أنه يحتاج إلى 17 صوتا للوصول إلى 270، فيما جمع المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى حد الآن 213 صوتا فقط. ويحتاج بايدن إلى الفوز بولايتي أريزونا ونيفادا لأن الفارق بين المرشحين متقارب جدا في ولاية نيفادا، كما يمكن لبايدن أن يضمن فوزه من خلال حصوله على ولاية بنسلفانيا بأصواتها 20 في الوقت الذي يصعب عليه الفوز في ولايتي نورث كارولينا وجورجيا في ظل تقدم ترامب فيها، في حين أن ترامب يحتاج إلى الفوز بأربع ولايات على الأقل من الولايات الخمس المتبقية للفوز بفترة رئاسية ثانية. هذا ويواصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب عملية التشكيك في مصداقية التصويت بعد أن دعا عبر تغريدة عبر حسابه على تويتر إلى وقف فرز الأصوات، مؤكدا أنه سيطعن في نتائج جميع الولايات التي فاز فيها بايدن بسبب ما وصفه بالتلاعب بأصوات الناخبين والنتائج، فيما رفعت حملته الانتخابية دعاوى قضائية في بعض الولايات التي تشهد مواجهة حامية مع منافسه جو بايدن وحاسمة لسباق الانتخابات، معللة بحدوث تزوير اعتبرها الخبراء دعاوى قانونية طويلة الأمد. هكذا نتائج وإن تؤشر على اقتراب جو بايدن من البيت الأبيض لأنها تظل قابلة للتغيير، خاصة بعد إعلان منافسه دونالد ترامب اللجوء إلى القضاء. فهل ستشهد الولايات المتحدة الأمريكية هذه السنة المشهد ذاته لسنة 2000 وحسم المحكمة العليا الأمريكية؟ في الرياضة الآن، أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم منذر الكبير قائمة انضمت أسماء 26 لاعبا سيشاركون في تربص تحضيري بتونس العاصمة ابتداء من 8 من الشهر الحالي، استعدادا لملاقاة تنزانيا في 13 من الشهر الجاري في تصفية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم. وشهدت قائمة اللاعبين المدعوين توجيه الدعوة للمرة الأولى إلى نبيل مقني مهاجم كيفو فيرونا الإيطالي وإلياس الدمرجي حارس مرمى ران الفرنسية. أسهم اللاعب التونسي فرجان نساسي في تأهل فريقه الزمالك المصري للمباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة 8 في تاريخه، وسجل فرجان نساسي هدف التعادل الزمالك عندما كان الرجاء المغربي متقدما بهدف دون مقابل في إياب الدور نصف النهائي، ثم تمكن إثر ذلك مصطفى أحمد من تسجيل هدفين آخرين قاد الزمالك إلى بلوغ الدور النهائي لملاقاة غريمه التقليدي الأهلي المصري في مواجهة مصرية خالصة. وفي البطولة الأمريكية المحترفة لكرة القدم، تغلب أورلاندو على كولومبوس بهدفين لهدف في مباراة جمعتهما ضمن منافسات المجموعة. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وتذكير بأبرز ما جاء فيها في هذه العناوين. محافظ البنك المركزي يؤكد أن البنك ليس لديه أي إشكال لتمويل حاجيات الميزانية التكميلية في حدود معقولة يضمن من خلالها التوازنات المالية الكبرى للدولة.
أولياء وتلاميذ يعتبرون أن ملامح العودة المدرسية غير واضحة، خاصة المتعلقة منها بالبرامج والعطل، ووزارة التربية تضبط موعد إجراء الاختبارات التقييمية بالمرحلة الابتدائية. تواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وترامب يعلن اللجوء إلى القضاء للطعن في النتائج التي تحصل عليها منافسه جو بايدن. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.